نناقش هذا الموضوع مع ضيفنا من برلين الباحث في العلاقات الدولية عبد المسيح الشامي. أهلا بك معنا أستاذ عبد المسيح على سكاي نيوز عربية. قبل أن نناقش ما أشارت إليه وزارة الدفاع الروسية حول الخطة لإعادة فتح عدد من الموانئ بشكل جزئي والمطلة على البحر الأسود والآلية الألمانية المطروحة، تساؤل مطروح حول رفع عدد من العقوبات التي فرضتها أو فرضها الغرب على روسيا، بما أن هذه العقوبات حتى الساعة أخفقت في أحداث تغيير على مسار العملية العسكرية، ولا بل كانت يعني ارتدت بشكل عكسي على أوروبا بشكل مباشر، وهنالك أزمة تلوح في الأفق، مجاعة يعني قد تهدد لربما معظم الدول. لماذا لا يمكن أخذ هذه النقطة بعين الاعتبار ورفع عدد من العقوبات تلبية لشروط موسكو؟ تحية لك بداية وللسادة المشاهدين. ربما كما يعني قلنا دائما أن القضية، قضية العقوبات، لها بعد يعني آخر غير البعد الأوروبي، والدور الأكبر بهذا الأمر يعود لأمريكا. ويجب أيضا أن نتذكر بأن هذا الصراع بشكل أساسي في بدايته وحتى الآن بشكل أو بآخر في عنوانه العريض هو حرب أمريكية روسية بشكل أساسي، وبالتالي العقوبات منذ البدء كانت أوامر، دعنا نقول، من أمريكا لأوروبا لكي تفرض هذه العقوبات، علما أن كما تفضلت أن هذه العقوبات تنعكس سلبا على أوروبا. طبعا هنالك ربما يعني أهداف لأمريكا، أمريكا لا يعنيها حقيقة ماذا يجري في أوروبا، وربما يكون حتى اليوم هذه الأزمة المفتعلة في أوروبا نوع من أو يعني أحد الأهداف الأمريكية، ويعني ربما تكون حتى عقاب لأوروبا على السياسات المنفتحة التي تبنتها في الآونة الأخيرة في العشر سنوات الأخيرة مع روسيا ومع الصين. بشكل أو بآخر هذه العقوبات لا تصب في مصلحة أوروبا، وهي تؤدي بشكل أو بآخر إلى أزمات ربما لن تتعافى منها أوروبا على الأقل على المدى المنظور، وبالتالي هذه هي الخلفية الحقيقية لهذه العقوبات. أوروبا طبعا لا تستطيع الخروج عن إرادة أمريكا ومضطرة للسير في الركب الأمريكي لأسباب اقتصادية وأسباب سياسية. في الوقت الذي تتهم فيه الأطراف الغربية موسكو بعرقلة مسألة تصدير يعني القمح عبر الموانئ الأوكرانية، اليوم كما ذكرنا وزارة الدفاع الروسية تحدثت عن فتح مؤقت لعدد من هذه الموانئ من دون ذكر أي شروط، كيف تقرأ هذا التطور إن حصل فعليا؟ يعني بشكل أو بآخر أعتقد أن الهدف الأساسي لروسيا ليس افتعال أزمة غذاء، وخصوصا فيما يتعلق بموضوع الغذاء ربما يكون هنالك رغبة أو يعني إصرار من قبل روسيا لممارسة بعض الضغوطات من خلال الطاقة على سبيل المثال على أوروبا وعلى أمريكا وعلى العالم، ولكن لا أعتقد أنها بوارد يعني إدخال العالم بأزمة غذائية بهذا الحجم، لأن القضية تتعدى حدود اليوم أوروبا وأمريكا وتصل إلى كما ربما أسلفتم وتبين في التقرير إلى أفريقيا وإلى دول أخرى حتى في الشرق الأوسط وفي كل دول العالم، وبالتالي القضية قضية لها بعد عالمي ولها بعد إنساني، وأعتقد أن هذا بشكل أو بآخر ليس من أهداف روسيا، وبالتالي هو فعلا يعني مبادرة أو بادرة حسب النوايا من قبل روسيا مقابل الاتحاد يعني تجاه الاتحاد الأوروبي. ويجب أن ننتبه إلى أن هذه أيضا هذا الفتح لهذه الموانئ لم يأتي بقرار روسي بحت فقط، أو هنالك مباحثات تمت وكانت تجري على مدى الأسابيع الماضية بين الاتحاد الأوروبي. الآلية المطروحة من ألمانيا، الآلية المطروحة من ألمانيا لنقل الحبوب برا إلى موانئ أخرى، هي يعني سيترتب عنها ارتفاع أكثر لأسعار هذه الحبوب وأزمة تضاف إلى الأزمة الرئيسية. بالتأكيد يعني دعينا يعني أيضا نكون دقيقين في هذه القضية. في الحقيقة يعني الجسر الذي اليوم افتتحته أوروبا يهدف بشكل أساسي ربما إلى إنقاذ السوق الأوروبية من هذا الأمر، يعني كما هو واضح ومعروف تماما وسلفا بأن اليوم هذه الآلية تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل عالي جدا، ما يعني سوف يمنع باقي الدول في أفريقيا، لا أعتقد اليوم أن أفريقيا اليوم بوارد شراء القمح بهذه الأسعار ولا حتى دول الشرق الأوسط، ومن هنا نفهم بأن القضية ربما موجهة بشكل أساسي لإنقاذ الداخل الأوروبي، السوق الأوروبية التي حقيقة بدأت تترنح تحت يعني وطأة أزمة غذائية عالية جدا، والقمح طبعا ليس سلعة يعني هامشية في هذا الإطار،
هو يدخل في كثير من السلع الغذائية المهمة جدا، والتي تعتبر من أهم أسس الأمن الغذائي في أوروبا. ولذلك أعتقد أن هذا الأمر معني بشكل أساسي بإنقاذ السوق الأوروبية، وليس وطبعا الدول الأخرى التي تستطيع شراء هذه القمح سوف تشتري، ولكن لا أعتقد أنه سوف يغير كثيرا في المعادلات العالمية. جزيل الشكر لضيفنا من برلين الباحث في العلاقات الدولية السيد عبد المسيح الشامي.